قصص عربية. الدب والصديقان. كان هناك صديقين حميمين اسمهما رون وجون. قررا أن يسافرا ويشاهدا العالم معا، وفي يوم قررا الذهاب إلى الغابة. الغابة كانت كثيفة جدا، فعرفا أن شيئا خطيرا قد يحدث في أي وقت. فوعدا بعضهما أن يبقيا متحدان في حالة حدوث خطر. فجأة سمع صوتا مخيفا وشاهد دبا ضخما يقترب، وشعر بخوف شديد. جرى رون في الحال وتسلق شجرة قريبة، تاركاً جون وحيداً. جون لم يعرف كيف يتسلق شجرة، فسأل رون: هل تساعدني أن أتسلق الشجرة؟ فالدب سيأكلني، ساعدني أرجوك. لا أستطيع النزول، فالدب يقترب ولا يوجد مكان هنا. ابحث لنفسك عن مكان لتختبئ. رون لم يساعد جون، ولكن جون كان ولداً ذكياً، ففي المدرسة سمع أن الدببة لا تأكل المخلوقات الميتة. والآن متبعاً هذا المنطق، نام على الأرض وحبس أنفاسه تماماً مدعياً أنه ميت. اقترب الدب من الولد الممدد على الأرض وشم أذنيه، وابتعد ببطء عن المكان لأن الدببة لا تلمس المخلوقات الميتة. بعدما ابتعد الدب، نزل الصديق من على الشجرة وسأل جون: ماذا همس الدب في أذنيك؟ أخبرني. لقد نصحني الدب ألا أصدق صديقاً زائفاً يتركني في وقت الخطر.